الإعلام الإسرائيلي يوميا البجاحة في عرض مخططات التهجير بقت يعني ملء السمع والبصر، بمعنى أنك تبقى قاعد الصبح النهاردة مثلا النهاردة نلاقي راجل خبير أمن كبير جدا جدا اسمه أمير أفيفي داخل يتكلم في الإذاعة عن فكرة قصف، أن الجيش الإسرائيلي يجب في المرحلة القادمة يمارس القصف الشديد جدا أكتر من اللي حصل على قطاع غزة، بحيث أنه يجبر السكان الفلسطينيين على الاختيار ما بين أمرين، إما الموت تحت القصف وإما الفرار من قطاع غزة. طيب حتى لو بتتكلم ده وزير الدفاع، أنا كنت بسمع مؤتمر صحفي بتاعه قبل الهوى على طول، كان بيطلب من الأهالي في غزة الوسط ينتقلوا إلى الجنوب. مظبوط، وقال كده في المؤتمر الصحفي النهاردة، وقال لهم لان احنا مستمرين في اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو القصف الشديد. امير افيفي بقى بيقول ايه، يكمل كلام وزير الدفاع الاسرائيلي ما لا ينطق به وزير الدفاع الاسرائيلي، ان من ذهب الى الجنوب لن يعود الى الشمال. لان اسرائيل زي ما ايمن عوده كان بيحكي دلوقتي هتعمل منطقه فاصله او عازله ما بين الجنوب والشمال، هم عايزين يدفعوا السكان جنوبا. لدرجه خد بالك اسرائيل برضه فيها حاله ارتباك، يعني اسرائيل الخطه مش جاهزه بالشكل اللي هو الصبح هيهجر لك الفلسطينيين. اللي يضحك في المساله ان من ضمن الافكار العبثيه التي تنشر في المستشارع السياسي الاسرائيلي والاعلام الاسرائيلي، اذا كانت مصر لن تقبل بتهجير قسري للشعب الفلسطيني، ايه المشكله ان احنا نهجرهم لكندا وامريكا واستراليا وعده دول اوروبيه حتى لو ده هيكلفنا فلوس؟ هم وصلوا لمرحله من فكره التخلص من غزه باي شكل. يعني لو كانت مصر موقفها صامد وموقفها حازم وواضح على لسان مؤسسات الدوله، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلاص خلينا نهجرهم لمنطقه ثانيه. القصه بتاعت غزه قصة مهمة جدا جدا في الوعي الإسرائيلي، وخليني اديني فرصة اقول لك على نقطة مهمة. غزة والوعي الإسرائيلي. غزة مقبرة للجيش الإسرائيلي من سنوات، مفيش مرة الجيش الإسرائيلي اقترب من غزة وخرج سالما، مفيش مرة الجيش الإسرائيلي اقترب من غزة وخرج منتصرا. حتى على مستوى الحكومة اليمينية ديت هم بيقدموا الجيش الإسرائيلي على أنه الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، ده كلام كلنا عارفينه. لكن من أهم التشبيهات في المجتمع الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي أنه يشبهوه بشمشون الجبار. شمشون بطل شعب يهودي ورد ذكره في العهد القديم، وعلاقته بغزة علاقة معقدة جدا. العلاقة قايمة على إيه؟ حسب رواية سفر القضاء في العهد القديم، إن شمشون ده اللي حتى اسم الوحدة اللي بتحارب في غزة اسمها وحدة شمشون، وحدة المستعربين. شمشون ظهر في وقت كان الفلسطينيين في غزة بقالهم 40 سنة بيذيقوا بني إسرائيل العذاب، بيحكموهم. ليه؟ لأن وفقا للعهد القديم الرب سلط الفلسطينيين في غزة على بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل عبدوا الأصنام.